انطلاقة تابع الحضور وصلت سيطرة سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي هو الحاضر مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس وتابع اللي حضرت وانطلقت في هذه اللحظات وتابع حضور سالم بن مصبح بن محمد الاكتبي يقدم شعاره، بينما الحضور وال وصول من المركز السادس وتابع اللي حضرت وانضمت في هذه اللحظات نود حشر بن سالم بن محمد بن خلفان الكعبي هو الحاضر في هذه اللحظات، بينما المركز السابع وتابع الانضمام وتابع القدوم والتسلل في هذه اللحظات اعمار محمد بن علي بن حمد ألف ده المرية هو حمد بن ضرمان هو الحاضر مع المركز التاسع، بينما المركز العاشر وتابع الشعارات لتحضر في هذه اللحظات وتنضم لدائرة النداء صبا سعيد بن سالم بن راشد بن احمد الخاطري. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الاولى، ولكن العودة الى مقدمة الشوط الى المركز الاول والانطلاق مع شديدة علي بن راشد بن متعافي المنصوري هو المنطلق في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني وتابع اللي حضرت وصلت فزعة محمد بن خليفة بن ماجد المسافري قادم مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث وتابع الحضور وتابع اللي حضرت ووصلت الكايدة سالم بن حمد بن مبارك بن بعيهان النابت المري هو الحاضر، بينما المركز الرابع وصل شعار بن دري المنصوري مقدما شعاره واحضره ايضا في هذه اللحظات اعمار محمد بن علي بن حمد الفهيدة المري هو الحاضر في هذه اللحظات. بدأت المعركة، بدأ الصراع ما بين الكبار ما بين العمالقة، ياهو تجمع ولكن شديدة هي المستلمة لزمام الأمور، هي المحتلة للصدارة علي بن راشد بن متعافي المنصور. يالله ووصلت في هذه اللحظات اعمار محمد بن علي بن حمد الفهيدة المري. الفوز يحتار 1200 يا اهل المهجنات، 1200 ما تفصل عن الفوز، ولكن من القادمة احضرت الكايدة سالم بن حمد بن مبارك بن بعيهان النابت المري ابناء الدوحة ابناء
ابناء الدوحة ينطلقون بالسلام، ينطلقون بالفوز مع الكايدة الكايدة الكايدة، طارت بالسلام إلى دوحة الخير، إلى دولة قطر. ولكن القادمة في هذه اللحظات أتابع شلفة حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله هو الحاضر، وحضرت أيضا في هذه اللحظات أتابع القدوم. وصلت وعد ماجد بن علي بن سلطان الدرعي، وعد وعد وعد، والنابت النابت وعد بن منانة، بن منانة حاضر في هذه اللحظات، يقدم مزنة سالم بن سعيد بن منانة. الله 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 على هذا التحدي، على هذا الصراع ما بين الكبار. بن منانة وعد وعد، واللي حضرته احضرت الطيارة، ولكن بن منانة الطيارة 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 يا بابا 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 الطيارة محماس بن تميم الدوسري. الله 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 على الدوسري. الأمتار الأخيرة، المركز الثاني وصل شعار بن منانة، بينما المركز الثالث وصلت وعد ماجد بن علي بن سلطان الدرعي تانينا. والناموس المركز الرابع، وصلت مع المركز الرابع الكايدة سالم بن حمد بن مبارك بن بعيهان النابت، بينما المركز الخامس